كوب كامل من الحليب. كوب كامل من الحليب بنحط فيه نص كوب من الشوفان، نحب نضيف النكهات هاي، في ناس حبوا يضيفوا نكهة السينامون اللي هي القرفة. وكمان بنحب نضيف نكهة الفانيلا، تعطيها كتير طعم طيب. هنستمر بالتحريك لحد ما يصير بالكثافة واللزوج اللي احنا، طبعا كل ما غلي اكتر رح يصير سميك اكتر، انا بحبه سميك اكتر من هيك بشوي، رح نتركه على النار شوي. انا بحبه يكون بهاي اللزوجة مثل لزوجة السيرلاك تقريبا. وعلى الصحن بالنهاية بنضيف الفواكه اللي نحن بنحبها ونريدها، وكتير بحبوا يضيفوا الفواكه المجففة كمان او فواكه طازة، وكتير ناس بحبوا يضيفوا كمان فواكه مجففة بمختلف انواعها، في انا ناس مجفف، كيوي مجفف، وكمان مشمش المجفف. واحلى جزء جزء التزيين، هيك طبق صحي للفطور كل يوم صار جاهز، طبق بسيط وسهل.